اوكي الدراري، اوكي. سو سو بقى، شوف تبارك الله عليكم، زمان متبعين معانا. خليو لي كومونتير شويه ونبقاو داوي. المهم الدراري، كما قلنا اتصل دابا انت الوقت باش تدوي مع العميل ديالك وتشرح ليه هاد السيرفيس هادي وتشرح ليه هادشي. لا ماشي تشرح ليه سيرفيس، تشرح ليه بلي انت باغي دير معاه واحد رونديفو. فالطريقه كيفاش غادي دير معاه رونديفو كتمشي على كيفاش انت كدوي. انا عارف باللي اغلبيه غادي نوض غادي يهز التليفون غادي يدوي معاه السلام عليكم، ياك ما مبرزتك اخويا دابا. علاش تقول لي ياك ما مبرزتك؟ ياك ما عندك شي مشكل؟ ياك ما عندك عندوش عندك واحد دقيقه نقدر ندوي معاك؟ فالاخوان تيفيتيو هذه القضيه هذه. وفاش تدوي معاه، السلام عليكم، معكم برايم من اجونس ميديا مان، اتصلت بك على قبل الدوفي ديال اخر مره اللي كنا دوينا وبغيت نحدد معاك ان شاء الله رونديفو. اش بان لك ان شاء الله نديرو نهار الثلاث الجاي ولا نهار الاربعاء الجاي في العشيه؟ مزيانه ليك العشيه، مزيانه ليك مع 10، مزيانه ليك مع 11. علاش؟ حيتاش فاش كتنوض انت وتبدا تدوي معاه وتخليه هو يحدد لك رونديفو، كون على يقين بلي راه غادي يصدرك، غادي يصدرك واحد سيمانه، يقدر يصدرك واحد الشهر، فانت غادي تزرب وتعطي رونديفو ديالك انت. الدراري واش اللايف هو هذاك؟ شكي بلي فهمتي، يقول لك اللايف كيتقطع. اخويا متي علينا هاد كونيكسيون د المغرب الدراري، ها الليله يلا واش مزيان ولا ما مزيانش. وهذاك اوكي. الدراري اسمحوا لنا، راه كونيكسيون، راه ما عرفتش مال هذا النهار هذا. سمعتي راه كون دابا راه جربت كونيكتد بالواي فاي، حيت الواي فاي درت الكارت جاي ورغم ذلك تيبان لي واقيلا مازال كاين داك الاشكال. ولكن عموما ما انا نحاول نخدم لايف حتى في بيسي، لا بالي في بيسي تبوكار، نعرف بلي كاين اشكال سو نو وريز، غادي نكملوا. المهم الدراري، الهدف من فاش كدوي معاه هو ماشي كتقول ليه باغي ندير معاك رونديفو، ولكن كتحدد معاه انت رونديفو. فانت كتكون سباق انك تدوي ليه على الرونديفو، انت اللي خصك تقول ليه امتى نتلاقاو. علاش؟ حيتاش الناس فاش كتصوني ليه هو كون على يقين بلي في ذاك الاول بحال تقلتي عليه شويه، وفاش غادي تقولي راه جيب ليك دوفي وعارفين المساله غادي يدخلوا فيها الفلوس وبزاف ديال الحوايج، غادي يولي يبغي يبوشيك اللور، يبغي ايفيتيك عليه، بيقول لك اودي لا اش بالك ناجلوها وهذا الشيء كامل. فانت كتقول ليه اش بالك ان شاء الله نديرو نهار الاربعاء، مزيان الاربعاء، لا اش بالك ان شاء الله نديرو نهار الخميس. انت ديما عطي واحد البيريود ديال 3 ايام، ماشي تقول ليه دابا، ماشي تصوني تقول ليه اش بالك نديرو دابا، لا ايفيتي دابا، ايفيتي غدا، عطيه واحد البيريود ديال 3 ايام ولا 4 ايام باش يقول لك اوكي. علاش؟ حيت فاش كتعطيه انت واحد البروبوزيسيون كتدفعو انه يزيد تا هو بروبوزيسيون اخرى، تيقول لك نخليوها نهار الخميس. شوف انا نقول لكم من هنا، تقول لي الاربعاء يقول لك الخميس، تقول لي الاربعاء يقول لك الخميس. وكاين دي كلاينتس اللي تيقول لك اش بان لك دابا، اش اللي قال لك دابا، قول له اودي راه دابا عندي انا ديزونكاجمون كذا وكذا وهذا الشيء، نخليوها لشي نهار اخر ونتلاقاو. فهمتي؟ ففي الكول اللي كدوي معاه ايفيتي انك تلقى معاه في نفس النهار، وفي نفس الوقت ايفيتي انك ما تحددش معاه واحد الموعد، فانت تقترح عليه ذاك الموعد باش تلاقى انت وياه. اوكي حتى لهنا مزيان، درتي مع العميل ديالك انك تلاقى معاه مثلا الاربعاء في العشيه، وصلت الاربعاء في العشيه غادي تمشي عنده، تدخل عنده المحل ولا غادي تدخل عنده البيرو. كحنا اللي الفريق نتوما الله بادين كاملين الايجنسيز، فغالبا غادي تلعب ديما في التيران ديال العميل ديالك، ما كتلعبش في التيران ديالك. وحيتاش تلعب في التيران ديال العميل ديالك كتكون صعيبه شويه صراحه عليكم، وتكون ماشي صعيبه ولكن تكون هارد، خصوصا انت ما مولفش انك تلقى مع ناس ما عرفش داك السيد. حيتاش ديروا في بالكم الاخوان، توقع كاع الاحتمالات. انا قسما بالله اول كلاينت نجلس معاه، لا هو ماشي اول كلاينت، اول كلاينت مورا ما فتحت البيرو جلست مع 4 ديال الناس، كنت معول نتلاقى مع واحد وغادي بسيناريو ديال ندوي مع واحد، حتى واحد شويه كنلقاه جامع لي 4 ديال الرجال الكبار والحياه من الفوق. سمعتي؟ فانت فاش تكون كدوي معاه، فاش تكون غادي على قبله ديما سير توقع اي حاجه، راه العميل غادي يبغي يحضر معاه واحد اخر، يقدر يجيب واحد من العائله عنده، يقدر يجيب واحد خدام معاه، يقدر يجيب الجيرون، تقدر تمشي وتلقاهم هما دايرين عليك شي رون طيبول تما ومجموعين كيتسناو. فما تمشيش على الاخوان غادي بسيناريو ديال كدوي بواحد، غادي بسيناريو ديال كل شيء، يعني غادي داخل انت لواحد المعركه ما تيهمش اللي قال غادي يتلاقى معاه، يكونوا سته غادي ندوي معاهم، يكون واحد غادي ندوي معاه وكلشي. فغير باش ما تصدموش ديما، شوف توقع الاسوء، فهمتي؟ عرف باللي اي حاجه ممكن تطرى لك، وانا عارف باللي الكليان ما كيبغيش يتلاقى انت وياه بوحدك، ديما تيجي يدخل شي واحد باش يكالي عليه الصراحه. حيت فاش كيدخل شي واحد ما غاديش يزرب ويعطي شي قرار، ديما داك الاخر كتلقى سبحان الله هو اللي تيبدا يتريكري وتيقول لا ولا ما ديرش هادي شنو، هو اللي كيبدا يسولك اكثر من العامل. اوكي
فانت باش غادي تمشي غادي تلاقى انت وياه، غادي تجلس انت وياه عندك هما الدراري، ماشي مع تجلس مع تجبد دوفي مع تريح في الكرسي تجبد ديك الورقه تنتالي. لا كنجلسوا السلام عليكم كندوي في واحد الموضوع هادي خارج الخدمه، خارج داكشي انت اللي جايب معاك. ندوي معاه مثلا انا على نقول له ودي كي داير مع كورونا، محرك القضيه شويه، واش القضيه بخير، هادي انتوما مزيان كلشي مزيان، فهمت؟ دوي معاه على مواضيع ديما افتتح الجلسه ولا افتتح داك الاجتماع ديالك بمواضيع خارج الصندوق، مواضيع خارجين على انتوما شنو جايين دويو. كي غادي مع الخدمه شويه بخير، الحركه غاديه شويه هكذا، جبد لي اكورونا وعطي راه سدوا علينا في هذا رمضان هذا والله الا وقصحوا القضيه، كنا مولفين صراحه كنخرجوا نصليو التراوح، ولكن لا اله الا الله خلق ذاك الجو الحماسي بينك وبين الكلاينتس عندك، فهمتي؟ بحال ما كتبقاوش مزيرين، فهمتي؟ ما تبقاش مزير، ترخاو كيترخى هو انت كترخى، كتجمعوا مع بعضياتكم كتوليو تلاقي تولي اصدقاء، فهمتي؟ فاش كتدخل معاه بحال هاد المواضيع وتا هو كيمشي وكيدي معاك في الهضره، بعدا كتكالم كتقول هو دابا هو دابا السي محمد ندوزو المعقول، باش ندوزو المعقول ما غاديش تنوض وتزرب وتقول ليه ديريكت وراه جبت لك دوفي بالثمن، لا غتحبس هاد الشيء في الجنب، غتدخل معاه بالمعقول بالتذكير المسبق ديال غتعاود ليه على شنو درتو اخر مره. هو كما كنا قلنا اخر مره كتفكروا شنو درتي اخر مره، العميل راه غادي يكون نسى، تعاود تفكروا عاوتاني كتقول لي اخر مره والله الا شفت البروجي صراحه كما قلت لكم اخر مره راه الحوايج اللي كنا لقينا. وشوف ديما مدح مدح تبارك الله عليكم، راه عرفتي انا راه صراحه فاش دخلت ديك النهار راه شفت داك البوست اللي بوستيتو اللهم بارك زوين، وتا الناس عندكم وانا راه كليان عندكم، مدح دائما. البلان شنو هو؟ شوف الدراري شي تنقول لكم راه هو في الشكل، ولكن والله الا داخل في التكنيك ديال الكوميرسي راه ما عندنا ما نديرو، راه خاصك دير هكذا اوكي. ف مدح البروجي تلاقي ماشي كتكذب، ولكن تتمدح البروجي كدوي على البروجي زوين، ماشي تقول لي واخا اخباركم لقينا عندكم الناس كيسبوكم، لا هذاك الشيء كنقولوا في اللقاء الاول فاش كنبداو نعاودوا، ولكن في اللقاء الثاني لا، اللقاء الثاني كنكونوا بوزيتيف تنكونوا زوينين تنكونوا واعرين حنا كلشي بخير كلشي زوين اوكي. فالبلان شنو هو؟ هو كتبدا تدوي انت وياه كتفكروا شنو طرا اخر مره، كتقول لي اخر مره كنا دوينا الى عقلتي يا سي محمد على كنا بلي الباج، وعرفنا بلي راه ناقصكم بزاف ديال الحوايج، مي لقينا الحل وان شاء الله غادي يتحل هذا الشيء، وكتدخل داك الشيء اللي غادي يدار فينا لقدام ان شاء الله غادي يتحل وغادي يكونوا ان شاء الله كليان وكذا. عموما كنت فكرت صراحه شنو من اوفر غادي نجيب ليك، وحرت صراحه داك الشيء علاش قلت شنو غادي ندير، غادي ندير لك جوج ديال لي زوفر وانتوما غادي تختاروا، هتعاود هنا غادي تقدم لي لي زوفر وشنو غادي دير الدراري. عندك جوج الحوايج هنا، الاولى يا تمد ليه لي زوفر وتخليه هو يقراهم ياك، والثانيه يا تخليهم. فغير ديما الدراري ديروا في بالكم هو الا طبعتي الدوفي ديما دير النسخه ديالك انت ونسخه ديال الكلاينت عندك اوكي، ماشي غادي نشد الورقه ونقول ليه نبدا نوريه بحال هكذا وتنقول ليه قرا انت ونقرا انا، لا كتعطيه وكتقرا انت وياه اوكي. فشنو غيطرى هنا؟ كتعطيه الدوفي كتقول ليه انا سي محمد هو الدوفي، راه شوف ما تحاولش تبرر فاش تعطيه الدوفي، ما تحاولش تبرر ليه ديك القضيه ديال راه درت لك ثمن رخيص، باقي ما باقي هو ما شافش الدوفي، فكالم داون عطيه الدوفي مد ليه الدوفي وعطيه ليه وريح تكمش هكذا جلس جلس واحد خليه تيقرا هو الدوفي كامل، وانت الملاحظه ديالك تشوف الرياكسيون ديال العميل عندك، سمعت؟ الا بان لك دار شي رياكسيون ماشي تا اللي عرف راه خصك تدخل في النيكست ستيب. عموما شوف احنا غادي ندوزو لاسوء حاله هي اللي نناقشو دابا، هي الحاله ديال الا قال لك وبزاف بزاف الثمن عندك هادشي غالي، سمعتي؟ هنا هذا هو الجواب. اما اضعف الحالات اللي كندوزو لهم فاش كتعطيه جوج دوفيات ولا طبقتي داكشي اللي قلت لك في اللايف اللي فات راه غادي اكسبتي الدوفي الاول، طالما انك عاود تلقى معاك فراه هو ديجا باغي هاد السيرفيس، دير ليه دوفي مزيان يقول لك كذا غادي يضرب معاك. حنا دابا غادي ندويو على الكا ديال واحد الكلاينت عندك ما قال لك هادشي غالي هادشي قاسح، شنو انت غادي تجاوبو هنايا؟ دابا انا ما كرهتش صراحه نعرف نتوما باش غادي تجاوبو بلا ما تطلقوا عليا الدراري بدوك الاسئله ديال واش تهمك الكاليتي ولا الثمن. لا هادشي الاخوان كنقراوه في الماركتينغ كيتقرا وكيتطبق، ما تنستناو تيطبق حتى شي عام تيقول شوف تتمني انا الكاليتي لا تلعبانه دير لي انا ثمن مزيان حتى هو تلقاه بحال كنقولوا تلقاه صباب يقول لك ديك اللعبه ديال بجوج وهذا عاد واحد، هتقول لي واش كتهمك الكاليتي ولا الثمن يقول لك بجوج وانت ما موجدش حتى شي تخريجه. ف فاش كيقول لك الثمن غالي
ما تزربش وتبدا تجاوب، خليه يبين لك علاش قال لك الثمن غالي. كتلقى بعض الخطرات ما تيقول لك الثمن غالي، كتطيح في مرحله دفاعيه، كتدافع على راسك. اشنو طراني فاش دافعتي على راسك؟ ما خليتيش راسك تعرف حتى العميل علاش، علاش هو اصلا قال لك الثمن غالي علاش. فديما هو فاش يقول لك الثمن غالي، خليه واحد شويه غادي يدوي يقول لك ودابا راه كذا. شنو غادي تلقى؟ راه خاصكم تعرفوا الاخوان واحد المقوله راه ديما تنقولها، راه المال ليس سوى انعدام المام هو فقط المام اش تيقولها المال هو فقط سبب لانعدام القيمه. بمعنى ان فاش ندخلوا في غالي ولا كذا، راه كاين سبب ديال اننا احنا ما فهمناش شنو كاين في ذاك الدوبي مثلا، ولا ما بانش لي انا علاش نعطيك الثمن هذا. انا نشرح لكم علاش الدراري، احنا اصلا تعمدنا نعطيوه دوفي، وتعمدتي انك تعطيه دوفي بلا ما تشرحوا ليه علاش، باش تخليه هو يدير الرياكسيون الاولى ديالو، عاد ديك الساعه تدخل معاه في الاقناع. هنا دابا غادي يجي الدور، ها الفيلم دابا هنا فين غادي يبدا، ابدا تشرح ليه علاش دابا هنا. تقول لي شوف، تقدر تقول لي ديك القضيه ديال واخا انا ما كنشجعهاش، ديك ديال اشنو تيهمك واش الثمن ولا الكاليتي؟ هيقول لك كاليتي، واه هذيك الشيء غادي يمشي سموث، ولكن المروكان اونرز ما كتصدقش معاهم هذه القضيه ديال الكاليتي. انت معاك تقول لي الكاليتي، ولا انت تقول لك شوف انا بيت الرخيص والكاليتي الهاربه، واحد هنا وواحد هنا، الدماغ ما ايرور ما تلقاش الحل هذه القضيه هذه، فهمت؟ يقول لك شوف انا بيت الباك الرخيصه وبيت الكاليتي الهاربه، ولا شنو بان لك انت تخدم ليا والفلوس اللي غادي يدخلوا نخلصك بهم انا. فهادشي اللي عدت تسمع الدراري، ما تسناش تسمع ديك القضيه ديال اي الاجانب ولا الاونرز على برا، فاش كتقول لي يو وانت كواليتي اور ذا برايس، كيقول لك اي نيد كواليتي، فهمتي؟ كيناقش معاك كذا، كتقنعو بديك الكلمه. هنا في المغرب لا، هادشي ما كيدوش، هادشي يعطيك كيتبلوكا عندنا. فباش غادي تجاوبوا البلان شنو هو؟ فاش غادي يقول لك الثمن غالي، خليه يقول لك علاش. اوكي، انا نقول لكم شنو هما الاسباب اللي ممكن يتقالوا علاش الثمن غالي. الاولى الاخوان، تقدر تلقى الكلاينت عندك ما فهمش الدوفي، وحنا اصلا عارفين انه ما فهمش الدوفي، حيت انت كاتبه بالفرنسي، داير فيه دي كيوردز ماشي ديال الدومين ديالو. فهنا شنو يطرى؟ فاش يقول لك الثمن غالي، غادي تنقز تقول لي انا نشرح لك الدوفي بعدا شنو فيه. كلاينت غادي يبدا يسمع ليك شنو نشرح، فانا غادي تشرح تقول له اوكي تبع معايا سي محمد، عندنا سيدي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا فيها لا جيستيون ديال لي كومونتير، بمعنى غادي نهنيوك في كل شيء. نجي نقول لك باج فيسبوك، لي كومونتير، لي ميساج، غادي نجي غير لك كاع الامور، غنهنيك في هذا الشيء. شتي الباج فيسبوك تهنا فيها، غنبوستيو ماشي بوستات عاديين، بوستات باللوغو ديالك، بالديزاين، داك الشيء زوين، وغادي نجي غير لك لي زات، غادي نجيبوا لك ناس، كلاينتس، عملاء، كتشرح ليه الدوفي، كتقول ليه شتي هادي هنا، وهادي راه غير بواحد 2000 درهم في الشهر، يعني ماشي شي حاجه، هادشي كامل راه غادي ندير لك 2000 درهم، عندك ديك 1500 راه ماشي ديالي وماشي ديالك، هذيك ديال فيسبوك، كتشرح ليه، كتشرح ليه الدوفي، كديطاي ليه الدوفي، وتا هو راه هاز الدوفي هنا. علاش؟ الواحد فاش ما كيفهمش شنو عنده قدامه تيرفض، تيبدا يقول الثمن غالي. علاش قال الثمن غالي؟ حيتاش ما بانش ليه الفاليو، ما بانش ليه القيمه، علاش غادي يعطيك ديك 2000 درهم؟ راه والله واخا تكون حتى 200 درهم ما يعطيهاش لك حتى شي، الا ما فهمش. فانت الدور ديالك هنا فاش كتكون كتشرح، هو غادي تشرح ليه علاش عطيتي هذا الثمن هذا، علاش، شنو القيمه اللي يقدر يستافد، شنو القيمه اللي تقدر تفيدو في هذا الشيء كامل. فالبلان هنا الدراري هو انت كتعطيه الدوفي، انت كتشوف الرياكسيون ديالو، عاد كتبدا تشرح ليه هذا الدوفي هذا، شرح ليه شنو كاين في الدوفي باش يحس باللي راه بصح غادي ياخذ واحد القيمه. عطيه ديك القيمه، قول لي راه هذا هو اللي غادي نديرو لك هنايا، هاد القضيه هي اللي نديرو لك هنا وهنا 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 وهنا. اشنو غادي يطرى هنا؟ نشوفوا غير الوقت فين وصلنا بعدا. اشنو غادي يطرى هنايا؟ هو غادي تبدا تقنعو. باش غادي تقنعو الدراري؟ ممكن تشوف الا قال لك مازال الثمن غالي، تقدر تقولي واخا نقدروا نقصوا في الفيديو ديال لات 1500، نحيدو حنا واحد 500 درهم ونخليو لات ان شاء الله نخدمو غير ب 1000 درهم مزيان. ها فكره، تقدر تقول لي نقدروا نديروا لك واحد البونيس، نقصوا لك بونيس شي حاجه بحال هكذا. ها فكره اخرى، تقدر تقول لي القضيه ديال الاوفر مثلا، تعطي واحد الاوفر تقول لي شوف راه ما عندناش مشكل حنا في البايمنت، تقدر تسبق لي 50% و 50% عطيها لي من بعد. ها واحد الاوفر عطيتيها ليه مره اخرى. تقدر تذكر مع ديك القضيه ديال اسكو كتبتها هنايا، عندك تنقص خدمه معينه مثلا، تحيد لي واحد السيرفيس اللي بان لك ما مسلكاش ليه مثلا، تيقول لك اودي راه 2000 درهم قاصحه ما جاتش، راه تقدر تحيدها 100 درهم واكسبتي معاك. اوكي، فكتقول لي واخا عرفتي شنو، نحيد لك انا لي كومونتير ولي ميساج، وانت شوف لي جاوب لي كومونتير ولي ميساج، اوكي نحيدهم ونقصوا لك ان شاء الله واحد شويه كذا. الهدف هو ان ما تخسرش ذاك العميل، وعتي عرف علاش اصلا شي تيلا قال لك غالي وكذا، ماشي مشكل، انت باش هذا كدي معاك على الاقل انت تكون تعلمتي وعرفتي بزاف ديال الحوايج. علاش؟
حيتاش الخايبه هو فاش كيقول لواحد غالي كتبدا تدافع على راسك، كيفاش العميل كيحس بيك كتدافع على راسك وتبدا تقول لك ديال القضيه ديال نكون معاك صريح ولا راه غير تيق فيا. هادشي الدراري راه عرفتي سبحان الله فاش كتقول لواحد نكون معاك صريح ولا تيق فيا، الخاطر ديالو كيحس باللي راه شي حاجه ماشي تالي. فايفيتيو هاد الكلمات هادو، ايفيتيو تبدا تدافع على الدوفي عندكم. كنشرحوا الدوفي كنعطيه واحد القيمه، بغا ما بغاش راه ما عندناش ما ندير، ولكن كنديروا الجهد ديالنا كامل. يا كنقول لي شوف غادي ندير معاك 50 50%، اوكي تسبق لي 50%، راه الا كنت داير معاك 3000 تسبق لي 1500، و50% في 15 يوم ثانيه اش بالك نحيد لك هاد السيرفيس ونقدروا نزيدوها من بعد، ولا شنو بالك نخدم معاك انا هاد البيريود هادي ومن بعد تعطيني. ف هكذا كتبدا تعطيه ديلز، فهمتي يعني فاش كتعطيه داك الدوفي الدراري. علاش قلت لكم انا خاصكم تلاقاو معاه اوبليجي تلاقى انت وياه، راه باش تكون عندك الفرصه انك تحاك انت والكلاينت عندك، تكون عندك الفرصه باش تقدر تقنعه بحوايج اخرين. فهذا هو الدور، علاش كنقول لكم فاش تدي الدوفي اعطيه ليه، حيتاش فاش غادي تصيفطوا ليه في الايميل ولا تصيفطوا ليه في شي ميساج ولا شي حاجه، ما غاديش الدوفي ما غادي يفهم والو. ونقول لكم واحد المعلومه، فاش كيشد الدوفي ما كيمينش انه يقرا شنو مكتوب، كيمشي ديريكت للاثمنه، كيمشي للاثمنه كتب ليه تما واحد 2000 2000 2000 كيديرها كيجمعو كيحطو في واحد الجنب كيدوز يقابل حياته. اوكي فهنايا كتعطي الدوفي كتشوف الرياكسيون كي دايره ديالو، على ديك الرياكسيون كتبني انت كيفاش غادي تجاوب. الهدف هو انك ما ت اش نقول لكم ما تدافعش على الدوفي ديالك. كاين اللي كيدير الدوفي وكيقول لي شوف والله الا راه درت لك ثمن مزيان وحق الله تدرت لك انا، وكيبدا يحلف. احنا ما جايينش هنا نحلفوا، جايين هنا نقنعوا الدراري. علاش؟ حيتاش الا بديتي كتحلف وبديتي كتعطي شي وعود، ولا تلقى مثلا واحد باش ياكسبتي ديالك يقول لي وراه غادي نزيدك انا هاد الهبه هادي، وشوف غير اكسبتي ونزيدك انا 500 درهم ديال الله صغير اكسبتي. لا ما تبينش العميل بلي الخدمه ديالك راه رخيصه لهاد الدرجه هادي، وانت الا قال لك نقص ما تنوضش تنقص ليه 50% ولا تنقص ليه 30%، حيد واحد 10% 20% اعطي قيمه ملموسه يحس بلي العميل بلي داك الشيء اللي درتي بصح يستاهل داك الثمن. وانت كتقول لي 10000 درهم واحد شويه نزلتها لي 5000 درهم، راه والكلاينت راه غادي يهرب، راه غادي يقول راه ما يمكنش حيد لي هذا 5000 درهم، يعني اصلا كان باغي يربح معايا انا 5000 درهم. حسسوا باللي انت باغي تتعامل معاه، راه الاخوان راه سميتو باك ديبيوتون، بمعنى ما رابح والو، انت بغيتي غير تخلص لي شارج ديالك. هادشي علاش، هادشي باش داخلين حنا هاد الكلاينت هذا باش ياكسبتي لنا داك الدوفي. اوكي الدراري، ف هنا صراحه حاولت ما امكن ناقش، غير عطيتكم التجربه ديال كيفاش انت غادي تلاقى مع العميل، كيفاش دوي معاه الحوايج اللي خصك دير الحوايج اللي ما خصكش دير، ما عرفتش شنو نطيطو هادشي، ولكن تعاودوا تفرجوا في كتاب العاده راه جاي فيديو غادي نشرح فيها هاد اللقطه كامله، غادي ندوي عليها كامله مديطاي مزيان كما درت في الفيديو الاخر، غادي نعاود ندوي عليها غير في اللايف. كيعجبني صراحه نسبق الموضوع ونشوف الاراء ديال الناس، تشبه الخطرات كنبني حتى الفيديو على الاراء ديال الدراري اللي معانا هنايا. نشوفوا لي كومونتير، نشوفوا لي كومونتير اشنو تيقولوا الدراري. الاخوان واش كنتو كتوقعوا، لا ماشي كنتو كتوقعوا، واش كنتو ناويين ديروا هاد الاخطاء هادو؟ صراحه كنت ناوي تقول لكليان ممكن واحد الدقيقه من وقتك، ولا تقول لي ياك ما مبرزتك دابا، ولا كنتي ناوي تقول ليه تعطيه الدوفي وتحلف ليه بالله راه رخيص، سمعتي، ولا تقسم ليه بالله وحق الله يتن تمن راه رخيص وكذا، ولا كنتي ناوي تزرب عليه؟ شنو كنتو ناويين ديروا الاخوان؟ والله الا بغينا نسمعوا صراحه شنو كنتو ناويين، حيت انا فاش كنت انا صراحه كندي الدوفي للكلاينتس عندي كنت كنحلف، والله الا كنت كنحلف، كنت كن كنبدا نحاول كنشوف تراين تو هارد باش انني نقنعه، فهمتي ديك تراين تو هارد ما خداماش. علاش؟ انا واحد المره كنت والله الا كليان كنت ديت ليه 4000 درهم وقال لي نقص لي وانا نزل معاه 2000 درهم، عرفتي الكليان ما فهم حتى لعبه وما فهم والو، السيد من 4000 2000 عرفتي الدماغ ديالو قال لي ايه شحال كنتي باغي تربح معاه، فهمتي. فالاخوان ذات الدراري، لايف سريع خفيف ناقشنا فيه بعضا من المواضيع الخفيفه. الدراري عطونا الدراري اسئله ديالكم، والله لا تنبغي نعرف الاخوان اللي قادو ايجنسي ديالهم، وتنشوف حلفنا التشبعنا ما يبدلنا الميثود بالوقت. هذيك زكريا شحال المده باش تعلمت لي سيميم؟ خويا انا في الدومين دابا تقريبا 3 سنين، ولكن في الشهر الاول في الشهرين الاول ديالي قدرت ندير بيرو، قدرت نهايري معايا جوج ديال الناس في بيريود ديال الشهرين الاولى، وفي بيريود ديال 6 شهور طلقنا من 4 الناس ل 26 واحد، تيقه ولا ما تيقاش، ولكن الناس اللي متبعيني عارفين هذه القضيه هذه. في 6 شهور طلعنا من 4 الناس ل 26 واحد لجوج ديال لي لوكا في 6 شهور. Yeah.
هاد يومين مشيت عند واحد الكليان وكان صداع شويه، بغيت نجرو عندي باش يهضر على راحتنا، وقلت ليه واحد دقيقه والخبار في راسك. الدراري الدراري بليز، فاش تمشي عند العميل ما توقفش عليه على غفله، الله يعطيكم الخير. فاش دي الدوفي ما توقفش عليه على غفله، ماشي ساليتي الدوفي غادي تمشي توقف عليه، لا الاخوان كتسالي الدوفي كتصوني ليه، كدير معاه رونديفو راه انت بعزك. واش فهمتي؟ الو السلام عليكم، ندير معاك مع 3:30 غادي نجي لعندك، باش هو يكون كيتسناك تجي لعنده، ماشي تلقى الدوفي باش توقف عليه تلقاه سيد خدام وتقول لي واحد دقيقه واحد دقيقه فيك نتلاقى انا وياك. لا الدراري ماشي هكذا، بغينا دراري يشدوا اول كليان يتكلم. نهار اثنين الدراري غالبا واقيلا اثنين ولا ثلاث غادي نلونسي لانترفيو مع جوج ديال الدراري، واحد في عمره 19 عام وخوه في عمره 21 عام، بداو الايجنسي في في سلا، في سلا بداو الايجنسي في سلا، بداوها في سلا واقيلا، وشدوا كلاينتس وعندهم دابا خدامين تيقادوا في اللوكال ديالهم في بيريود ديال تقريبا 4 شهور 3 شهور. غادي شوف الانترفيو غادي تشوف فيها بزاف ديال الحوايج، غادي تلونسا الانترفيو غالبا يا اثنين يا ثلاث، واحد في هاد النهارات هادو غادي نلونسيوها فيها. كنتي كتخرج بوحدك تجيب كلاينتس طبيعة الحال، راه الدراري no one can promote your brand better than you. الدراري حتى واحد ما غادي يقدر يبروموتي الايجنسي ديالك احسن منك انت، انت هو مول شي، انت هو اكثر واحد تعرف تبروموتي البيزنس ديالك. ف يا تهايري كوميرسيال يا تنوض انت، تنوض انت سميتها. المشكل اللي غادي يطيحوا فيه كاع الدراري هو كيفاش تلاقى مع مول شي صاحب القرار. با انوار اي جيس وقيلا الله دخلتي معنا اللايف، الله بديتي. لا لا صديقي لا، هذه ماشي صعيبات، هذا هو اسهل حل. مالين شي موجودين الدراري، شي مول شي معاك يسمع، جاي واحد خونا باغي يزيد لي في المبيعات، هو كيعيط لي غير تنا هو الدراري في القضيه ديال تلاقاو مع مالين شي موجودين. مالين شي مالين شي اصلا هاد الايام تلقاهم جالسين في المحلات ديالهم، كندويش على لي بروجي الكبار. لي بروجي الكبار راه كتلقى مع كوميرسيال، كوميرسيال كتسنى حتى الاداره تجاوب، وبزاف ديال بزاف ديال الناس. شوفوا شي اسئله، بانوا لي اسئله هنايا. الى الكليان سولك ولا ما حققتيش ليه هذاك الشيء اللي كتقول ليه واش ترجع ليه فلوسه، راه جاوبت عليها برادر في اللايف اللي فات بلا ما نعاود نجاوب عليها في لايف. تدخل غير في لي جي تي فات تلقى ديجا داير عنوان بنفس السميه هذه، فيها ثلاثه ديال الحوايج اللي ممكن يطراو ليك الى ما حققتيش ذاك الجول. بطبيعة الحال اللايف غادي تسيفها، غير كون هانينا الدراري اللايف غادي تسيفها ان شاء الله، فغير تنو من هاد القضية هادي. الإخوان قيس وقيل الوقت راه سالا. واش كنظن بلي في 8 شهور نقدر نقاد بيرو؟ أخي شوف ما نكذبش عليك، شتي إلا 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 كنتي مقاتل غنعطيك شهرين، غنعطيك شهرين غتوصل، شهرين غتقدر دير فيها لوكال ديالك، وأنا نتحدى أي واحد شهرين دير فيها لوكال. حيت باش نحلها انا وياك غادي تضرب الدمر شهر وانت كتقلب على عماله، اوكي جوج ديال الكلاينتس كل واحد يعطيك فيهم 4500 درهم، انت مهندلي انك تشد بيرو، حيت اصلا الفلوس كاملهم فول بروفيت. باش كنقول لك كتشد لواحد العامين 3000 درهم راها بروفيت كامله، راه انت كتقدم سيرفيس ما عندكش دي شارج ديالها، اوكي. ف 3000 3000 6000 درهم كتدخل لك كل شهر باسيف ايكاب، انت كريتي بيرو بواحد 2000 درهم ولا 1500. هو اللوكال، اللوكال الدراري ما يدعقكمش على سميتها لوكال، لوكال راه حاله سهل، لوكال راه من غدا، راه لوكال خاصها الفلوس. يعني ما بقاش في اللوكال، بقات انك دير ايكيب، تجمع تيم، تجمع بزاف ديال الحوايج، لوكال ما عمره كان مشكل. الى جديتي العميل كيفاش البلان ديال الفاكتوره؟ الفاكتوره هي اخر حاجه كتناقشها مع الكلاينت. العود في الاول ناقش مع الثمن، وغالبيه ديال لي كليون صراحه تيبغيو يتعاملوا معاك في النوار في الاول. فاش كدوي على فاكتوره راه كدوي على 20% ديال التيفيا زايده، بمعنى الا درتي لي 4000 درهم راه خصك تزيد لي 20%. كنظنش ان العملاء يبغيو يتعاملوا معاك بهذه القضيه، ولكن ما تشتمش في بالك بالفاكتوره، اخر واحد يتعامل معاك بفاكتوره. حتى السناك سناك ما عنده ما يدير بفاكتوره، اوكي. كوافور ما عنده ما يدير بفاكتوره، هي ماشي شركه بحد ذاتها، تقدر تقول لي مؤسسه، تقدر تقول لي مثلا شي واحد اللي عنده شركه اللي خدام كشركه. اما صناعه كريستو كذا اغلبيه ديالهم كتلقاهم ما دايرين لا شركه لا والو، فانت ديك الفاكتوره ما عندها باش نفعو هو، اوكي.
المجال الطبي في الآتس انتيردي، وي انتيردي انك تخدم لي زاتس المجال الطبي، ولكن ماشي انتيردي انك تخدم لي براند اويرنس، بمعنى بحال هكا تسمى تسويق عكسي، ولا ما كيكونش دايركت ماركتينغ، فهمتي؟ كما تنقول ما غاديش تنوض تقول لهم اللي بيحي يتسنى ب 60 درهم واللي بيحي الدرس ب 4000 درهم، لا. كدوي على مول شي مثلا، كتبرانديه كيفاش كيخدم، كيعطي نصائح وكذا وهذا الشيء، ولا الكابيني ولا البروجي كيبينوا الاعمال ديالهم وهذا الشيء. اوكي، كيفاش انا في مدينه صغيره نتلاقى معها؟ تقدروا ديروا كول في الزوم، حتى هي مزيانه كول في الزوم، ولا دير معها واحد الكول في سكايب. هادشي اللي كنديرو حنا صراحه مع لي كلاينت، الا كان واحد الكليان كبير ويستاهل انك راه غادي نوض ديبلاسا عنده. ذات سيت الدراري، الدراري ما عرفتش انا واش استفدتوا شويه في هذا اللايف هذا، ولكن راه مهم شي. الا خديتي معلومه واحده كما تنقولها، خديتي معلومه واحده، معلومة واحدة صديقي خديتها من هذا اللايف هذا، بركة. أنا بالنسبة لي راك استفدتي، وأحسن معلومة تاخدها هي ما تحلفش، فاش تجلس مع العميل ديالك ما تبداش تحلف ليه. الدراري ديروا في بالكم، راه الله النص ديال رمضان جاي، فيديو غادي نشرح لكم كيفاش تلونسي ولاد السناك، كيفاش تلونسي ولاد واحد الريستو، وغادي نشرح لكم حتى كيفاش تشد ريستو في النهار الأول تبلبلها، النهار الأول العميل غيدير لك ما يفهم والو، في النهار الاول واحد الميطود، في النهار الاول يبدا يصفق لك العميل ديالك. اوكي، فغادي نشرحوا هذه القضيه ديال الدراري، غير كونوا هانين. جاي 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 جاي، مازال بزاف ديال لي لايف، الهضره كاع ما كتقاده صراحه، وعلى الله الافكار ان شاء الله. الدراري تبارك الله عليكم الاخوان، العفو العفو، مرحبا الله يا ودي. سيو في لايف ديال غدا ان شاء الله، ونتلاقاو غدا. غدا غادي نلونسيو واحد الحاجه زوينه، غادي تلونسي ان شاء الله، فنتلاقاو غدا الاخوان. تهلاو في رؤوسكم وتصبحوا على خير، الله يعاونكم.